أول حاجة لازم تبص عليها عند المنافسين بتوعك هي البرودكت. البرودكت أو البروجكت اللي شغالين عليه بالظبط. الناس دي شغالة على بروجكت إيه؟ وليه شغالة على البروجكت ده؟ وهل البروجكت ده مميز فعلا لدرجة إن هم يشتغلوا عليه ولا لأ؟ والتفاصيل الكاملة بتاعة البرودكت نفسه إيه؟ وهل الناس دي شغالة وبتحقق مبيعات من البرودكت ده؟ وليه عملت البرودكت ده؟ تعالى مثلا ناخد كده مثلا البروجكت ده ولنفترض مثلا بروجكت شركة تاج. بروجكت شركة تاج، تمام. الشركة دي عاملة كومباوند جديد اسمه دي جوي، حلو. طيب يبقى البرودكت بتاعهم، تمام، البرودكت بتاعهم اسمه دي جوي. دي جوي، حلو. طيب البرودكت بتاع دي جوي ده، تعالى بقى كده نمشي على البوزيشن بتاعه. الناس دي عاملة بوزيشن للبروجكت ولا لا؟ عاملة حتة معينة للبروجكت ولا لا؟ هي دلوقتي بتتكلم على ان البروجكت ده في القطعة بيتو، حلو، فبتقول والله ان انت هتسكن قريب على كده، قريب من الحي الدبلوماسي، تمام. دي النقطة المبيعية اللي بيتكلموا بيها، وطبعا الممشى السياحي، تمام، وحي الوزارة، حلو. احنا كده بنبتدي نفهم المنافس بتاعنا اللي هو شركة تاج، وبيتكلم على ان هو عامل برودكت اسمه دي جويا، والبوزيشن بتاعه، والبوزيشن بتاعه. هحاول اقرب لك الصورة عشان الدنيا تبقى بالنسبة لك باين. طيب انت دلوقتي عندك خلاص الناس دي شغالة على الجزء ده وبتتكلم فيه. تعالى بقى نشوف الجزء بتاع الأسعار. الجزء بتاع الأسعار، الناس دي مسعرة كام؟ يعني سعر المتر عندهم كام؟ وشغالين على الأسعار بشكل مختلف ولا لا؟ هما والله بيقول ان انا عندي سعر مناسب جدا ومناسب، والله انا بشتغل 10,000. طبعا في ارخص منهم، بس هما بيقولوا ان انا بشتغل على 10,500 جنيه لسعر المتر. بشتغل على 10,500 جنيه للمتر. طب انا بتارجت مين؟ شركه الشركه دي والله بتارجت الناس اللي بتدور على سكن جديد ورفاهيه، تمام. والله الناس دي بتدور على السكن الجديد وبتدور على الرفاهيه. طب هل هي بتقدم اوفر؟ اه والله بتقول ان انا دلوقتي عندي لفتره محدوده تقسيط، تمام، بدون مقدم الى، تمام، 10 سنوات. حلو جدا. طب هل في ناس تانية؟ اه في ناس تانية شغاله نفس الجزئيه. طب هم بينافسوا في ايه؟ يعني ايه النقطة بقى المفتاح بتاع المنافسة بتاعهم؟ والله بيقولوا دايما دايما مفتاح المنافسة بتاعهم واللي بيحاولوا يبينوه ويظهروه دايما ان هم عندهم 70، تمام، متر في المساحات، تمام، بأنظمة تقسيم ايه؟ بأبسط أنظمة السداد. حلو، بأبسط أنظمة ايه؟ السداد. طب هل الناس دي بقى بتبيع فين؟ تمام، القنوات بتاعت البيع اللي بيشتغلوا عليها، والله بيشتغلوا على البيع المباشر من خلال المناديب بتاعتهم، والبيع الغير مباشر، حلو، والمفروض ان هم بيع مباشر وغير مباشر من خلال البروكر، وبيشتغلوا اونلاين كل بقى ما اوتيه من اونلاين. طب الماركتنج استراتيجي بتاعته بتتكلم على ايه؟ بتتكلم على ان هو المفروض هيدخل السوق بأفضل طرق سداد والتسويق في الأحياء الراقية بشكل كامل، تمام، وعروض وخصومات خاصة، وكمان بنسبة بيع للبائعين عالية، تمام. هو عنده فكرة مختلفة، بيقول إن أنا أطلع نسبة بيع
للبياعين بشكل مختلف، هطلع نسبة بيع للبياعين بشكل مختلف وبشكل كبير. طيب بعد كده بقى تعالى بقى نشوف هل هو عنده ناس بتساعده في الكلام ده، عنده موردين، عنده تفاصيل هو بيعتمد عليها في الماركتنج كده، عنده علاقات تمام بتساعده في التسويق. طبعا على مثلا نقول كده فنانين تمام ومغنيين تمام، دي حاجة هو بيلعب عليها بشكل كويس جدا وبيسبورت معاه في الجزء بتاعه. طب جزء الشوبينج بقى، جزء الشوبينج هو بيتعامل على المعارض، المعارض والأماكن السياحية. هل هو دي الحاجات اللي بيعتمد عليها؟ طب هل هو عنده نقط قوة بيعتمد عليها؟ الموقع مهم بالنسبة له ونقطة قوة. هل طب هو عنده نقط تهديدات أو عنده نقط ضعف بيعتمد بيأزمها معاه الدنيا شوية؟ اه عنده والله، المشكلة بتاعت هو كان في ان هو اسعار تنافسيه، بس هو عنده مشكله في التصميمات، التصميمات عنده مش احسن تصميمات موجوده في العاصمه، وفي ناس طبعا بتدور على التصميمات بشكل كويس جدا جدا. طب ايه الاوبورتيونيتي اللي ممكن نلعب عليها في الجزء ده؟ والله احنا ممكن نلعب على اننا معانا افضل مصممين تمام في السوق، وهو عنده مشكلة ممكن إيه نستغلها. طيب عندنا بعد كده هل في نقط تهديدات موجودة ممكن بتهدده في الجزء ده؟ أو طبعا مشاريع بأسعار أفضل، مجرد ما يطلع مشروع بسعر أفضل جديد بيبقى بالنسبة له أفضل. طيب اللوكيشن بقى، اللوكيشن بتاعه هو من أفضل الأماكن في العاصمة. حلو. طيب تعالى بقى كإندوستري بقى، هل هو إيه؟ هو سكني، خلاص ده مشروع سكني. حلو. طيب تعالى بقى، هل هو ليه ويب سايت؟ أه ليه ويب سايت، طبعا هتكتب الويب سايت تمام. طيب هل هو بيشتغل على الكيوردز بتاعته؟ نبتدي نشتغل على الكيوردز بتاعته. تعالى كده مثلا نشوف الجزء بتاع المفروض هنا تيجي ويب. دي شوية حلو، تعالى كده ناخد دي شوية ونروح نسيرش على دي جويا ونشوف دي جويا العاصمة الإدارية الجديدة. طب تعالى كده نجيب الكيوردز بتاعته ازاي، نخش على المفروض على مور تولز زي ما انت المفروض في الجزء بتاعك في الويب سايت او البراوزر بتاعك، وتدوس على keywords everywhere. تعالى نجيبها من هنا كده، الجزء بتاع keywords everywhere تمام. هتيجي تسطب الجزء ده بالنسبه لك، طبعا هتيجي عند extensions وتفتح extensions، وبعد ما تفتح الاكستنشن هتيجي هنا بحبس كيوردز تمام، هيجي لك كيوردز ايفروير، هتعمل له سيت اب وهتدوس اد. طبعا انا عشان بتضاف عندي هتدوس هنا اد، هيوصل لك على طول. طب تعالى كده نشوف الكيوردز اللي بيعتمد عليها، والله دي الكيوردز اللي معروفه واللي بيشتغل عليها، وتعالى كده نشوف الكيوردز دي افضل الكيوردز دي جوي نيو كابيتال تمام، من افضل الكيوردز كومباوند دي جويا، كومباوند دي جويا 2، دي جويا العاصمه، عيوب دي جويا، دي جويا 3، مميزات كومباوند دي جويا تمام. دي الكيوردز الريليتد والكيوردز اللي الناس بتسيرش بيها، او كومباوند دي جويا، كومباوند دي جويا وما الى ذلك. بتاخد الكيوردز طبعا انت ممكن ايه تاخدها تعملها داونلود وتفتح الكيوردز ويكون معاك طبعا
دي مش باينة، ممكن احنا نعمل حاجة مختلفة. هنيجي عند keywords everywhere وناخد copy ونروح لل keywords اللي بيلعب عليها. تعالى كده ناخد هنا كده ال keywords ونبتدي نحط ال keywords اللي بيدخل عليها. تمام. طب الماركت شير بتاعه هو واخد شريحة معينة، ببتدي اعرف اه والله هو اعلن الفترة اللي فاتت ان هو باع في الافتتاح بتاعه حوالي 100 وحدة. تمام. طيب هل هو بالسرعة دي؟ اه هو بالسرعة دي. هبتدي نحسب والله الشهر اللي فات عدد المبيعات بإيه إجمالي، وبناء عليه بنشوف عدد الوحدات. طب البيمنت اوبشن والله هو عنده المفروض بقى شوف البيمنت اوبشن ايه بالظبط اللي هو بيقدمها كبيمنت. والله هو المفروض عنده عدد من الاستوديو، مثلا الاستوديو عنده فيه 70 مثلا المتر. تمام. دي المساحات احنا عايزين نكتب الجزء بتاع البيمنت. كنا بنتكلم على البين من شوية إن هو 10 سنوات. تمام. هو بيلعب في 10 سنوات بيمنت بلان مع ايه صوت متساوي، ونحط السوشيال ميديا بتاعته ونشوف هو شغال على ويب سيرش ايه. والله هو شغال على عقار ماب، وشغال على بروبرتي ويولكس. حلو. تمام. وفي الجوجل سيرش اللي احنا كنا لسه عاملين عليه سيرش هو بيظهر في النتيجة الأولانية. تمام كده انت فهمت كلاينت من العملاء، من سوري المنافسين بتوعك. بتبتدي تفهم جميع المنافسين بتوعك، بتحدد حوالي أفضل 10 منافسين بالنسبة لك، بيشتغل على نفس البروجكت اللي بتشتغل عليهم. لو انت بروكر بتشتغل على نفس البروكرز، لو انت من الناس الديفلوبمنت بتشتغل على نفس القصة، لو انت من الريسيلر بتشتغل على نفس القصة، وتحدد 10 منافسين ومن خلالهم بتفهم طبيعة السوق والمين بوينت اللي بيشتغلوا عليها بشكل كبير. وبلاش يا جماعة نألف بعد إذنكم، خلينا نشتغل بشكل جد. اعمل سيرش، دور واسأل وشوف التفاصيل ايه وابتدي اشتغل عليها. وطبعا بعد ما تطبق الكلام ده استناك تبعتهولي ونراجعه سوا ونشوف الكلام ده مظبوط ولا لا، وناخد عليه ديسيشن.